السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع حلو أوي اسمه تريلو، ده بينظم لك الشغل بتاعك وانت شغال بيه من على موبايل سواء اندرويد او ايفون، او ممكن تشتغل بيه من المتصفح. بقول له اعمل لي بوردة، وليكن مثلا احنا هنتكلم هنا عن بيم ارابيع ازاي ننظم الشغل فيها. تمام، هيبدأ انشاء لي بوردة اقدر اكتب فيها المعلومات اللي عايزها بالشكل دوت. طيب الليسته دي مثلا هنقول ان دي المقالات اللي لسه اول مره تيجي، مقالات جديده لسه ما تراجعتش علميا او مش شفناش الاخطاء اللي فيها، مقالات جديده لا لغويا ولا اي حاجه خالص. تمام، هقول له سيف، هقول له انا عايز اعمل الحاجات التانيه بقى تم مراجعتها لغويا. تمام، فالفكرة في حاجة إن أنا هنا هرفع المقالات الجديدة، وفي شخص معين مختص بالمراجعة اللغوية أو شخصين أو ثلاثة، يعني محدش ينقلها من مقالات جديدة اللي تم مراجعتها لغويا غير الشخص المختص بالمراجعة دي تم مراجعتها علميا. طيب لما نيجي نفكر كده، يعني أراجعها لغويا وبعد كده تكتشف إنها لا تصلح علميا، لا يبقى دي قبل دي، يبقى المقالة الجديدة جت لو احنا موافقين على المحتوى العلمي اللي فيها يبقى في واحد تاني يرجعها لاخويا. يبقى المقاله هنا دي ما حدش لسه لمسها، لسه يعني ساذجه. تمام، لو حد موافق يبقى في شخص معين مختص بالمراجعه العلميه، ممكن شخص او اكثر هو اللي يقدر ينقلها من هنا لهنا. تمام، لو تراجعت لغويا تنقل من هنا لهنا، لو خلاص كويسه نقول بقى ايه فريق التصميم، تصميم للتصميم. تمام، طيب لو اتصممت خلاص يبقى جاهزه للاضافه للمجال. كده انا نظمت الشغل، يعني مثلا حتى في موضوع الترجمه. تمام، هحط الحاجه هنا اللي هي لسه بالعربي، اترجمت هتحط هنا، اترجمت وتراجعت وتاكدنا انها كويسه تتحط هنا، بعد كده اتصممت تبقى هنا، خلاص كله جاهز تتحط هنا. طيب هاجي هنا اقول له انا عايز اضيف مقاله مثلا اسمها البيم وانا، زي بقى البخيل وانا والحاجات دي. كده البيم وانا دي اقدر احط فيها بقى اي حاجه انا عايزها، يعني ممكن مثلا احط اتاتشمنت احط فيها ملف وورد او ملف اكسل او اي حاجه انا عايزها، وليكن مثلا هحط فيها انا عايز بس الملف يكون مساحته بسيطه، دي الفكره. تمام، حطيت فيه الملف دوت. تمام، هو بيترفع اهوت ابلودنج، وبعد كده شخص اي حد ممكن يقدر يحمله ويعدل عليه ويرفعه تاني، او بعد ما يرفعه ينقله في الخانه اللي بعديها. تمام، وممكن تربطه بالدروب بوكس، تقول له حط الملف بالدروب بوكس، لما تدوس عليه يفتح الدروب بوكس يحمل الملف، او جوجل درايف او اونلاين درايف او وان درايف او تريلو، يعني تقدر تحط تختار اي ملف من الملفات ديت وبيبقى موجوده في الخانه اللي اسمها البيم وانا مثلا او البخيل وانا. تمام، وتقدر تكتب تعليقات تقول مثلا مقاله بحاجه للتفصيل، بحاجه للتفصيل. تمام، سيف اهو. ممكن تضيف ناس، تقول له انا عايز اضيف حد، فلو انت ضيف حد في اول صفحه تقدر تضيف اكتر من شخص، تقدر تبعت له ايميل بحيث ينضم للبورد ديت ويبدا يتناقش معاك ويبدا تاخدوا سيدي مع بعض الكلام، الناس اللي هي هتراجع الناس اللي هي كده. تمام، وتقدر تعمل كوبي وموف وسبسكرايب، يعني ممكن تقول له بقى خلاص انقل دي مثلا ل مثلا اي حاجه بقى هنا البورد ديت، خليها مثلا تم مراجعتها علميه. تمام، خلاص اتنقلت لهنا. فانا بعد ما كنت حاطط هنا في مقالات جديده نقلتها لهنا، الراجل اللي راجعها علميا ولغويا اتحط هنا، اتصممت يعني تبدا تشوف الحاجه موجوده فين، هنا مثلا الجديد هنا خلاص اتراجعت، يبقى مفيش حد هينقل من المقالات الجديده لهنا غير الناس اللي راجعت علميا، مفيش حد ينقل من هنا لهنا، مفيش حد ينقل من هنا لهنا، لازم تعدي على المسار دوت عشان تبقى جاهزه للنشر وتكون مفيهاش اي مشاكل خالص ان شاء الله. وهنا بيعمل لك سجل بحيث يقول لك كل واحد عمل ايه ومين اللي نقل من هنا لهنا، فتبقى عارف هل هو ليه صلاحيه نقل ولا لا.
تمام. دي طريقة كويسة بحيث إن إحنا نطلع المجلة بدون أي مشاكل خالص، أو ننظم العمل. ممكن تعملها على أية مثلا، أذاكر إيه مش أذاكر إيه، في مثلا مشروع تشغل عليه، بتبدأ تحط التفاصيل بتاعته. فكويس جدا الموقع دوت في إدارة فريق العمل.